مرحبا بكم مشاهدي الكرام من جديد. دكتور، لعلي يعني السؤال الذي يطرحه على يعني حضرتكم موضوع بعض الرياضات لها أثر روحي وأثر نفسي وأثر أيضا بدني، ما هي أهم هذه الرياضات التي يمكن أن يمارسها الإنسان وتعود عليه بالنفع النفسي والبدني والروحي؟ أولا أنا هبدأ برياضة ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بيها، وهي رياضة الصلاة. والغريب والعجيب في الموضوع أن الصلاة دي تجمع كل أنواع الرياضات في نوع واحد من الرياضة، وده ما حصلش في أي نوع تاني من الرياضات. بتجمع الرياضة البدنية اللي هي الحركة اللي احنا بنشوفها، بتجمع الرياضة الروحية اللي هي الطاقة، بتجمع الرياضة اللي بيسموها علم الطاقة المستمدة من الأرض الأم. فدي رياضة جمعت كل أنواع الرياضات في حركة واحدة. لو هنيجي بقى للرياضات اللي احنا بننصح بيها من الناحية الطبية، زي ما قلنا رياضة المشي. ليه؟ لأن في الطب خصوصا مشاكل زي مثلا مشاكل هشاشة العظام دي طيب. ملهاش حل غير قبل أن تكمل سأعود إلى، لكن أنت دكتور شايف مركز على موضوع المشي دون الجري، هل في فرق يعني؟ في فرق كبير. ما الفرق بينهم؟ هقول لحضرتك الفرق بين المشي والجري، ان المشي هو بيسموه سلو موشن او حركه بطيئه بتحرق الـ 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 الطاقه الزياده او الكوليسترول الزياده اللي في الجسم بشكل منظم. انما الجري لا، بيستهلك طاقه اعلى، وبالتالي الناس اللي عاوزه تخس ما تجريش، تمشي. جميل، هاي معلومه جديده صراحه. صحيح. وبعضهم يقول انه عمليه الجري بيصير في ضغط على المفاصل اكثر من المشي. اكثر من المشي، لان المشي بيكون في اصطدام بالارض منظم وبطيء وبسيط، انما الجري في تحميل على المفاصل والعضلات الغير مؤهله. وده ياخدنا لجزئيه مهمه بقى قوي. احنا بنتكلم النهارده على الرياضه، فاحنا بننصح الناس دايما ما يبقاش بقى ياخدوا الحماس وبكره الصبح يروح طالع على الرياضه واخد الجيم شيل حديد. لا، سنتكلم بالتدريج، لكن حتى ما تضيع الفكره، كنت تتكلم عن هشاشه العظام وكيف رياضه المشي يعني يلعب او تلعب دورا مهما فيها. كيف العظام سبحان الله علشان تنمو وتبقى في اقصى صلابتها وقوتها تحتاج الى الضغط، لان الضغط بيزود حاجه اسمها البولاريزيشن او زياده الطاقه الكهربائيه حوالين البيريوستيوم او الجدار العظمي. ده ما بيحصلش الا عن طريق المشي. علشان كده تجد الناس اللي هم مثلا بيقعدوا فترات كبيره قوي او يناموا فترات طويله او منومين مثلا في كذا، دول العظم بتاعهم على طول يبدا يضعف. علشان العظم يقوى محتاج ان هو يحمل عليه، يدوس عليه. والله كلنا بنقعد على الكمبيوتر ساعات حقيقة، ده من أخطر الأوضاع، وده هياخدنا لجزئية مهمة جدا. أنا يعني أشكر حضرتك أنك يعني قلت لنا الجزئية دي. في بحث حديثا أثبت أنك لو بتقعد كل يوم 9 ساعات بشكل مستمر لمدة 15 سنة 40% معرض للوفاة، مش للأمراض، لا، ده للوفاة. الموضوع أخطر بكتير، لأن وضع الجلوس بيسموه static position أو وضع ثابت. كل الأعضاء الداخلية علشان يحصل فيها الميتابوليزم الطبيعي بتاعها أو التمثيل الغذائي الطبيعي لازم تكون في حركة. إنما الجلوس المستمر بيحصل فيه انكماش أو بيسموه ستيزس، تسكن تماما، وده مخالف لطبيعة الجسم البشري. وده سبحان الله يعني لازم الحركة تحصل أو الرياضة تحصل علشان الجسم يفضل مستمر بنفس الطريقة اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقه عليها. حقيقة أنا يعني هذا يعني يدعني أسألك شيخ محمود حول بعض الرياضات، هل يعني هي الآن تنظم عالميا تسمى الشطرنج مثلا، وموقف العلماء من هذه الرياضة، هل هي جائزة أم غير جائزة، ولماذا، ما هو التعليل؟ بالنسبة لموضوع الشطرنج ينطبق عليه ما ينطبق على بعض الرياضات الأخرى. طبعا الشطرنج فيه أكثر من قول في المسألة، لكن نقول الضابط في مسألة الرياضة ألا ينفق الإنسان من وقته ومن جهده الكثير والكثير بحيث يضيع الوقت في هذه الرياضة، لأن القاعدة تقول كل شيء يعني يبذل أكثر من حده أو يفعل أكثر من حده ينقلب إلى ضده. فالشطرنج هناك رأيان في المسألة، البعض
يقول بمنعه وحرمته، والحرمة قياسا على بعض روايات لكنها ضعيفة، لكن قاسوا على موضوع النرد الذي ورد فيه النص أو على الميسر، عده كنوع من أنواع الميسر. في الحقيقة لا يسلم هذا القياس دائما. هناك قول آخر، طبعا رأي الجمهور من السادة المالكية والحنابلة والأحناف هو المنع والتحريم، لكن الإمام الشافعي رحمه الله عنده رأي بالجواز مع الكراهة، والضابط في الجواز ألا يضيع الوقت، والبعض أباحه لأن فيه تنشيطا ذهنيا وخصوصا للقادة والجنود الذين يمارسون الخطط العسكرية. تنشيط إذن للعقل. نعم. وهذا يعني يدعني أشوف الناحية الطبية أو العلمية في هذا الموضوع. فعلا هناك فوائد لموضوع الشطرنج والذين يلعبون بها. من الناحية الطبية نعم، الشطرنج أو الألعاب اللي فيها استهلاك فكري أو عقلي مهمة للعقل، لأن العقل كمان ليه رياضات، يعني الرياضات البدنية، يعني العقل إذا ما استعمل ممكن أن يضمر، ممكن يضمر. حتى في بعض الرياضات بيسموها سمارت سبورتس أو رياضات ذكية تنمي العقل، الخلايا العقلية على تواصل واتصال بشكل مستمر، السائل العصبي اللي بين الخلايا ده علشان يزيد ويكبر ويزود المخ لازم تحفزه. لو ما حفزتوش قلت له تعالى اصحى، ما يفضل مريح ينام. فالرياضات العقليه من ضمنها الشطرنج، وفي العاب كتير دلوقتي على فكره على اجهزه الكمبيوتر والى اخره بتنمي العقل، بتزود المهارات العقليه، حتى كان اللي يقول لك الكلمات المتقطعه وما اعرفش الايه والحاجات، العاب الالغاز، الالغاز دي تنمي العقل، حتى الاولاد الصغيرين ينصح بان هم يعملوا الموضوع ده. لكن في بعضهم ما حب لعبه الشطرنج، أتدري لماذا؟ ليه؟ قال لي إنه الجنود يموتون والملك يبقى حي. أنت شطرتك. لا لا، لكن يموت أخيرا. على كل حال كله سيموت. صحيح. لا شك. صحيح. الموضوع أيضا رياضة الرماية هذه. نعم. هل هي يقصد بها الصيد أم هو للقتال؟ حينما تلا النبي صلى الله عليه وسلم وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، قال ثلاثا: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. الرمي يجمع أكثر من رياضة، يجمع رياضة بدنية تحتاج إلى تركيز وجهد وقوة، ويجمع أيضا تركيزا ذهنية، لأن المقصود بالرمي هو قوة في الجسم تؤدي إلى رمي شيء أو إصابة شيء، هذه الإصابة تحتاج إلى تركيز ذهني. فالرماية المقصود هنا ليس هو الصيد، بل هي أعم من ذلك. يمكن أن يدخل الصيد فيها بضوابطه طبعا إذا تيسر لنا أن نذكر، لكن المقصود بالرمي هو هنا رمي الرماح أو رمي السهام وما يقاس عليه الآن من الأدوات. اليوم ما يسمى بالكرة يعني الحديدية كرة حديدية الآن، إذا قلنا الرماية الآن بالبندقية، مخترع المسدس قال حينما اخترع المسدس: الآن يتساوى الشجاع والجبان. بمعنى قد يحتاج إلى تركيز لكنه لا يحتاج إلى قوة بدنية كما يحتاج السهم أو الرمي، لكن هذه يمكن أن يمارس الجندي تمارين أخرى أو تفرض عليه تمارين أخرى حتى يكون في جهوزية بدنية ونفسية وذهنية كاملة. إذن فالرمي هنا الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم هو رمي النبال ورمي السهام وما يمكن أن يدخل في حكمه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: علموا أولادكم الرماية. ما المقصود بذلك؟ المقصود أن يصبح كل إنسان في حالة بدنية تامة، وأن يصبح أيضا كل إنسان قادر أن يدفع ويدافع عن وطنه وعن دينه وعن عرضه وعن ماله. إذا أنا أريد أن يعني هنا بس يعني أذكر شيء وصحح لي شيخ محمود، موضوع المصارعة. نعم. ويعني قدرة الإنسان على أن يصرع خصمه ويلقيه. نعم. أرضا. نعم. ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام صحيح صارع ركانة، ذاك الرجل. نعم. الشجاع. نعم. الذي كان معروف في قريش. نعم. واستطاع أن يلقيه. نعم. وكان هنالك رهان. صحيح. قلنا نحن في بعض أنواع الرياضات
أن المصارعة في بعض أنواعها يدخل في دائرة الحرمة، لأن بعض الأنواع تشتمل على إيذاء وضرب. الآن الملاكمة أنا رأيت في التلفاز أصبح مع الملاكمة الرفس، يقول لك بالقدم يعني، نعم، إضافة إلى بالقدم. فإذا كان شيء يؤذي، لكن النبي صلى الله عليه وسلم حينما مارس المصارعة أو غلب ركان بالمصارعة هي فقط بعض أنواع المصارعة، ليس فيها ضرب، إنما الخصم على الالتحام جسم بجسم مع إيقاع الطرف للآخر، فهذه جائزة لأنه لا تشتمل على إيذاء. قلنا المحرم هو ما تيقن حصول الضرر فيه أو المتوقع غالبا. أنا قصدت أن أقول أنه نبينا صلى الله عليه وسلم كان قويا وكان يمارس الرياضة، وركان كان صاحب جسم قوي وصاحب أيضا نظر وفكر، لأنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: والله لا يصرعني أحد وما أنت بالذي صرعتني. ولذلك في رواية تذكر أنه أسلم بعد أصاب، لأنه علم أن مع النبي صلى الله عليه وسلم قوة أخرى. صحيح، لأنه هو قال: ما استطاع أحد يلقيني أرضا، وهو شعر أن غلبة النبي له إنما كان بقوة زائدة عن القوة البدنية. دكتور، موضوع الرياضة بلا شك أنا الذي فهمته منكم أنه الرياضة تتعلق بالحركة، فأي يعني حركة منتظمة يقوم بها الإنسان تسمى أو تحت ما يسمى بالرياضة. هل هنالك أشياء يعني فيتامينات، طعام، أشياء ممكن تتم لموضوع الرياضة مثلا؟ نعم، احنا بنقول الرياضة هي عبارة عن حركة، ولكن نصحح المعلومة أو نكملها، نقول إن الرياضة هي الجسم البشري مكون من مادة وروح وطاقة، كل منهم ليه رياضة وله غذاء. بالتالي لأن الرياضة دي هتحصل بدون طاقة، سيارة ما تمشيش أبدا من غير البنزين بتاع الفويل لازم. وبالتالي فإن نوع الغذاء أو نوع الأكل اللي بيأكله الإنسان مهم جدا. طبعا مشكلة في عصرنا الحديث بقى صعب قوي إنك تجد في وجبة واحدة كل اللي الجسم بتاعك محتاجه، وبالتالي أصبحت المكملات الغذائية، ودي أنا بنوه عليها أو الجزئية دي، الناس تكون حريصة في مسألة المكملات الغذائية، يعني الأشياء اللي بتكمل اللي الغذاء بتاعنا نقصه، لأن مفيش غذاء طبيعي كامل. يعني علشان مثلا تحصل على فيتامين A مثلا على سبيل المثال، محتاج تاكل على الأقل كل يوم 10 إلى 15 تفاحة. سلام. وطبعا دي مسألة يعني صعبة قوي، يعني مي وعاوز عشان تاخد مش عارف بوتاسيوم مش عارف كم، 4-5-6 موزات مثلا، فمسألة صعبة جدا انك تجمع كل الفواكه دي وتاكلها. صحيح. فأصبحت المكملات الغذائية بتجيب لك الخلاصة بتاعة الفيتامينز دي او الفيتامينات دي وتديها لك في شكل مكمل غذائي، ولكن دايما بننصح ان تكون الناس حريصة في اختيار انواع المكملات الغذائية، ان ما يكونش فيها عليها مواد كيميائية، تكون طبيعية، ويستشيروا دايما الطبيب المختص والدكتور المختص بتاعهم، ودايما يحرصوا على الحاجات اللي هي بنسميها الطبيعية او الناتشورال، ويكون موثوقة المصدر. حقيقة يعني أنت حدثتني عن طبيعة هذا المنتج، حقيقة أنه طبيعي. الملاحظ دكتور أنه كلما تقدم العلم والحضارة، وإذا بنا نرجع إلى ما كانت عليه جدتي وجدتك، ونأكل الخالة التي كان يعني الآن ينصح بها. صحيح. القمح قمح بيسموه أصل الغذاء. القمح أصل الغذاء، ولما بناخد جنين القمح، يعني أصل القمح، كل الفايدة اللي في القمح، وبتاخدها بشكل مكمل غذائي، بتساعد الجسم جدا في أنه يغسل كل بنسميها إحنا التوكسنز أو السموم اللي متجمعة في الجسم الإنسان، فيساعد الجهاز المناعي أنه يعلى ويقوى، يدافع عن نفسه بشكل كويس، فتمارس الرياضة بشكل طيب. والمقولة المشهورة على ألسنة الناس: العقل السليم في الجسم السليم. بالضبط. دعني أنطلق من هذه المقولة دكتور الشيخ محمود: العقل السليم في الجسم السليم. من ناحية الشرعية يعني ربما هناك اختلال في التوازن، كما يعني أشار الدكتور أنه الإنسان يتكون من روح، نحن نقول أنه يعني هذا الجانب ربما العبادات هي غذاؤها، غذاء الروح، والجسم أيضا هو الرياضة. كيف يمكن أن ينظم الإنسان؟ كل الناس اليوم بتقول لك ما عندي وقت، هل هذا الكلام يعني مقبول؟ ليس مقبولا بالمطلق،
قد يعذر بعض الأفراد وله بعض حلول، لكن بالمفهوم العام كما ذكرتم وكما تفضل الدكتور عزت، الجسم البشري منظومة متكاملة من المادة والروح. عندنا الحاجة الغذائية أساسية، القاعدة هنا كل واشرب ولا تسرف، المعدة بيت الداء والحمية رأس كل دواء. أشهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يكون الإنسان طعام وشرب، هكذا ثلث لطعامه ثلث لشرابه ثلث لنفسه، الحركة مشه إلى صلاته، مشه لزيارة الحج أيضا مثلا الحج وإن كان يعني ممكن مرة في العمر، لكن في أنواع من الرياضة إن كان للمشي أو للهرولة أو كما يقولون نظام كشفي عند البعض، يعني يؤهلك أن تكون لو كشافا تنتقل إلى مكان تتعرف على أناس، مع أنه الأحكام الشرعية كما قلنا لا يعني لا تعلل، تفعل عبادة لكن تشتمل على حكم كثيرة. فأنا أقول أن الرياضة ممكن أن يؤديها كل إنسان على الأقل مشيا، أن ينظم غذاءه ونوعيته. حقيقة الحديث ممتع لكن الوقت انتهى، أشكركم شكرا جزيلا. مشاهدي الكرام باسمكم جميعا أتقدم بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ محمود عنداني باحث في الشريعة الإسلامية والدكتور عزت عبد الجليل مغازي استشاري ورئيس قسم العلاج الفيزيائي في مستشفى السعودي الألماني بدبي. غدا تابعوني، سنتكلم عن غلاء المهور وتكاليف الزواج. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.